أهلا بكم. تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان من توقيف شخصين يبلغان من العمر 40 و42 سنة من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزييف العملة وعرضها للتداول. وكان المشتبه فيهما قد حاول تصريف أوراق بنكية مزيفة من العملة الأوروبية بإحدى المحلات التجارية بمدينة بركان، وذلك قبل أن يتم توقيفهما من طرف عناصر الشرطة القضائية وهما في حالة تلبس بحيازة مجموعة من الأوراق المالية المزيفة التي تبلغ قيمتها 2400 أورو. وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المتخصصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا توقيف كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. إلى اللقاء.